تهله لاله كل الطرب يا حلاله العيد هله لاله والله كل الطرب يا حلاله يا ربنا زيد النعم يا ربنا زيد النعم حسن جميع الحالة حسن جميع الحالة العيد هالهلالة كل الطرب يا حلالة. يا مرحبا فيكم مشاهدينا، حياكم الله معنا اليوم ثالث ايام عيد الفطر السعيد. اليوم حلقه مميزه جدا من عيد يا سعيد. بالبدايه باسمي واسمكم ارحب زميلي اللي شاركني اليوم محمد جلاد. حمود شلونك؟ مساك الله بالخير، يعطيك العافيه ان شاء الله يا رب. مساكم الله بالخير اكيد مشاهدينا واللي قاعد يتابعونا، كل عام وانتم بخير. وهذا طبعا احنا اليوم ثالث يوم العيد، مبارك لكم ان شاء الله بالعيد الجميل. انا واكيد خيتي منال عمران، شخبارك؟ تمام، شخبارك؟ طيبه. سويت امس انت تقولي انا انت مشكله قاعد تسالين انت كل يوم سويت امس. انا قاعد ارد، ادري ان العيد عندنا ما شاء الله وايد زحمه، فقاعد ارد احط راسي وانام اجهز نفسي حق ثاني يوم. هذا اللي قاعد اسوي، وانت اكيد نفس الحاله. لا تقولي لي لا بسويت. لا لا لا، امس انا كان رحت المسرحيه يومي. ما رحت المسرحيه لان بنتي امس وصلت من السفر، فقعدت ادور. السلام ان شاء الله. الله يسلمك. مشاهدينا اليوم حلقتنا ختامها مسك، واكيد ضيوفنا راح يكونون هم مسك الختام. ضيوف مميزين جدا، إعلامية جميلة متألقة تعودنا عليها على الشاشات التلفزيونية راح تكون ضيفتنا اليوم، وفنان مطرب جميل جدا من بداية التسعينات، بعدين فجأة اختفى ورد لنا مرة ثانية، وشاعر جميل جدا راح نستقبلهم أنا ومحمد عندنا هني باستديو عيد يا سعيد. لكن نسمع أغنية حلوة مخرجنا يعطينيها عن العيد السعيد على ما نستقبل ضيوفنا بالاستديو. هل السعادة هلوية عيد الوطن يا محلى يا محرق قلب النار وجه محبه يا محرقا بالنار وجه محبه احرق بها جسمي وكل جوارحي واشرق على قلبي لأنك فيه أنا لا هم يحمل قلبي والخل ساكنه فإن ساكن ذاك القلب يحميه من مثل قلبي ومن مثل ساكنه الله يحفظ قلبي والذي فيه لا تندم لا تندمن على شخص تفارقه إلا إذا كان بعض الوفا فيه والناس الناس فيهم شبيه التاج فوق الراس تلبسه وبعضهم كقديم الثوب ترميه عسى الله يعينا لكنهم حاسدينا يبوا يحرمونا ظنينا وطارحة في عيونا وشيك عسى الله وطارحة في عيونا وشيك عسى الله
بسوي تأثر بجو غيري جوي قد كان يسرح ويضوي بعيونه اليوم الشوق يجرح فؤادك وانا كل امل في ودادك صبري نبذ في بعادك تبينا اقول لو ما تبينا وشي يا سلام انت تبينا اقول لو ما تبينا وشي يا سلام يا عينا لكن مرحبا فيكم مشاهدينا، ردنا لكم بعد الفاصل واستقبلنا ضيوف مميزين جدا علينا. مذيعة متألقة أسميها سمراء الشاشات العربية أو سمراء شاشات تلفزيونات الخليج،
نورة عبد الله حياك الله ونورتينا وعيدك مبارك. الله يحييك ويامك سعيده وكل عام وانتم بخير، واكيد كل مشاهدينا وهم بخير وصحه وسلامه وعساهم العايدين الفايزين. واكيد ارحب بمحمد بعد ان شاء الله. احنا اليوم يعني وانتم بخير يعني منوره صراحه عندنا الاستديو يعني نوره. احنا دائما متعودين عليك نشوف شاشه روتانا، الشاشات الطيبه الحلوه، شاشه ام بي سي. اليوم انت هني اليوم ما شاء الله عليك منوره عندنا هني بالشاهد. واكيد ضيوفنا هم نمسي عليك اكيد جاسم الشايع، حياك الله بدي تروحك ان شاء الله. كل عام وانتم بخير، واحب اقدم اجمل التهاني والتبريكات طبعا بمناسبه عيد الفطر السعيد الى حضره صاحب السمو امير البلاد ولي عهده الامين، والى سمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي عامه والمقيمين على ارض الكويت. وطبعا انتم احب اوجه لكم التهاني والتبريكات واقول لكم كل عام وانتم بالف خير وبصحه وسلامه، والله يعودها ان شاء الله علينا وعليكم باليمن والبركات ان شاء الله. امين. حياك الله شرفتنا. ومعانا شاعر شاب متميز جدا باشعاره واداء وقصايده، واكيد اللي راح نستمتع فيها بحلقتنا اليوم، الشاعر عبد الرزاق شمه. حياك الله وعيدك مبارك. حياك الله. حياكم الله، مساكم الله بالخير، عيدكم مبارك والعيد فيكم انتم مبارك ان شاء الله. مبارك وجودكم، مشكور وما تقصر ان شاء الله. عندنا تقرير اكيد، خلونا طبعا اكيد مشاهدينا بما ان احنا رحبنا بضيوفنا خلونا نطلع التقرير الجميل صغيرون ورادين وياكم. حقيقة أول شيء أنا جاي أشكر وأحب أن أهنئ اللي هو الإخوان اللي هو القائمين على المنتزه مثل ما هو حقيقة في المواقع الأخرى عندنا. الشيء الثاني الواحد يشد من أزرهم بهالتعب هالشقة بهالجو الحار، بالإضافة إلى الوجود الفرحة عند اللي هو الكل الزباين حقيقة والرواد عندنا. الشيء الآخر عملية اللي هو حقيقة المتابعة مو قضية هو رقابة كثير ما هي عملية شد الأزر ومساعدتهم، إذا كان في أي إعانة احنا مستعدين احنا نعينهم، إذا كان في أي تعاون آخر من أي جهة أو أخرى بالعكس احنا مستعدين لها. لابد من تواجد المسؤولين على هذه المواقع وخصوصا في الأوقات الصعبة مثل الأعياد، وأقول الله يعطيهم العافية وكل عام وانتم بخير، وعلى ان شاء الله الجميع العيد يعود على الكل بالخير والتهنئه. كرمها العيد العيد جمع الاحبه ونور نوره شاشع، كرمها العيد العيد جمع الاحبه ونور نوره شاشع، على كل من باركوا على كل من باركوا على كل من باركوا. احنا حقيقة مسؤولين عن الاكوا بارك وغيرها من المنتزهات الاخرى، فاذا احنا قارنا ما بين الاكوا بارك وما بين منتزه وليكن مثل هو العاب مائية مثل مسيلة، قرية المسيلة المائية، فتلقى ما قبل الساعة 3:30 ما في احد في المسيلة، ولكن في الاكوا بارك لا فيه. اول شيء الاكوا بارك فيها تنوع، فيها برامج حقيقة جيدة وحية. الشيء الآخر فيها جذب غير عادي. تقرير جميل عطانا اياه مخرجنا سعود القطاني، يعطيك العافيه. تقرير بين لنا ووضح لنا فرحه الناس بالعيد، طلعاتهم المنتزهات البحر الاكوا بالذات بالاكوا بارك، خصوصا الاكوا بارك لان الصيف وحر والناس يبون البراد. نوره شلون تقضين العيد؟ يعني لازم اول يوم العيد لازم يكون مع اهلي، يعني المعايدات عايد عليهم، وطبعا خصوصا السنوات اللي طافت انا كنت فيها برا الكويت في لبنان، فكنت يعني رمضان والعيد بدونهم ما يسوى. اكيد. فهالعيد حرست حتى ما ردت على اي احد في التليفون، خصصت الوقت اللي هو من الصبح لحزه